السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده مع اسامه. طبعا في البدايه بعتذر جدا ان انا لم انوه عن اجازه الاهلي خط احمر، يمكن الناس انتظرت بالامس حلقه الاهلي خط احمر، بعتذر جدا جدا. احنا كنا اجازه امبارح واجازه يوم السبت الجاي ان شاء الله، اجازه يعني الصيف كده، وانتم عارفين ان انا في عمان، وبالتالي يعني ان شاء الله يعني بعد اسبوعين هنكون متواجدين والاهلي خط احمر تاني والساعه 9 تاني، ونرجع تاني نتحدث بلسان النادي الاهلي او بلسان حال جماهير النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي عنده مباراه مهمه مع الداخليه الساعه 7 ان شاء الله، هيغيب عدد من اللاعبين، يمكن عاد اللعيبه الاساسيه اللي كانت ريحت 4 ايام، ولكن عندنا اصابات، يمكن محمد شريف ما قدرش ان هو يلحق مباراه الداخليه، لكن ان شاء الله في حاله الفوز ممكن يقدر يلحق مباراه المصري. عندنا عمرو السوليه خلاص هيبدا مع فتره الاعداد، عندنا ياسر ابراهيم، عندنا متولي، عندنا منعم اللي غايب عشان الكارت الاحمر اللي خده في المباراه النهائيه، بالتالي عندك خط دفاع بالتاكيد ما فيش فيه غير رامي ربيعه، وممكن يكون خالد عبد الفتاح هو اللي هيلعب سنتر باك مع رامي ربيعه، محمد هاني وعلي معلول، وباقي الفريق متواجد بشكل واضح جدا. وكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي لعبور موقعة الداخليه في كاس مصر اللي بتحمل مفاجآت. وعايز اقول لكم ان مباراه الداخليه كانت مباراه في الدوري سبب ان يتخصم من اللاعبين نسبه من عقودهم بعد التعادل 1-1 لو تتذكروا في الدقيقه الاخيره، وكانت الداخليه مطرود منها واحد وكنت متقدم 1-0، فالداخليه لها معانا مواقف سخيفه شويه ومواقف بايخه شويه. صحيح هم بيمروا بظروف صعبه، مفيش مدير فني او مدير قطاع ناشئين هو اللي يمسك المدير الفني في هذه المباراه بعد رحيل علاء عبد العال ورحيل عدد من اللاعبين يمكن يوصل ل 18 لاعب، ولكن في النهايه مباراه الكاس لا تعترف الا بال 90 دقيقه. نتمنى التوفيق ان شاء الله خلال ال 90 دقيقه، لان بعد كده هيكون عندنا مباراه للاهلي والمصري، وخلاص بسبب ترشيد الطاقه والكهرباء هتكون المباراه الساعه 6. التوقيت صعب جدا، حر جدا، ولكن ان شاء الله نعبر بس مباراه الداخليه اولا. مش هينفع اعدي مباراه الداخليه اولا غير لما اتكلم طبعا واقول لعلي لطفي شكرا. علي لطفي الحقيقه الحارس الوحيد اللي عدد المباريات اللي لعبها في الدوري الموسم الماضي اللي هو لسه منتهي ده حافظ على نظافه شباكه في الثمان مباريات اللي لعبهم مع النادي الاهلي، وده رقم مهم جدا لعلي لطفي. علي لطفي لم نسمع عن اي مشكله بينه وبين مصطفى شوبير او كابتن محمد الشناوي. علي لطفي راح لنادي زد لمده 4 سنوات، يمكن علي لطفي كان متاجل فكره الاستغناء عنه لنادي زد او بيعه لنادي زد بيع نهائي طبعا لحين الفصل في عرض النصر السعودي ومحمد الشناوي، والحمد لله كابتن محمد الشناوي مستقر ومكمل ومستمر مع النادي الاهلي. يمكن جات له فرص افضل من كده السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل اللي فاتت، وكان في حرص شديد جدا من النصر السعودي ان هو ينهي الصفقه، ولكن حرص محمد الشناوي على ان ياخد موافقه النادي الاهلي وترك الامر في ايد مجلس اداره النادي الاهلي وبالتحديد الكابتن محمود الخطيب، وقال كده تحديدا محمد الشناوي الامر ده متروك لكابتن محمود الخطيب، لو هو عايزني اكمل في النادي انا مكمل، لو هيوافق على احترافي هكون مشكور جدا. والنهايه استقر واستمر محمد الشناوي حارس مصر الاول وحارس النادي الاهلي، بل الحارس الافضل داخل قاره افريقيا او من ضمن الحراس الافضل في قاره افريقيا، وده مش كلامي انا، ده كلام يعني بيل انطوان، الناس القديمه عارفه من هو بيل انطوان، يعني حارس مرمى المنتخب الكاميروني وحارس مرمى نادي المقاولين العرب اللي فاز معهم ببطوله الدوري واثنين ابطال الكؤوس. تحدث عن محمد الشناوي وقال ان هو من الحراس الكبار في قاره افريقيا ومن افضل حراس قاره افريقيا. كل التوفيق للنادي الاهلي مع محمد الشناوي، ورساله لمصطفى شوبير. انا قلت قبل مباراه الوداد وكنت دايما بتحدث عن مباراه النهائي والاستاد متقفل ان اما ميلاد حارس كبير واما القضاء على حارس واعد. الحقيقه مصطفى شوبير المستوى اللي قدمه اثبت بما لا يدع مجال للشك ان مباراه النهائي امام الوداد البيضاوي المغربي وسط الاستاد القاهره بملعب ممتلئ عن اخره تحمل شهاده ميلاد حارس كبير، فلا خوف على حراسه مرمى النادي الاهلي مستقبلا، بل خدوها مني مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر القادم بعد عمر طويل في الملاعب ان شاء الله الكابتن مصر كابتن محمد الشناوي. دي كانت نقطه مهمه جدا، واعتقد بيع علي لطفي او رحيل علي لطفي طمن جماهير النادي الاهلي على بقاء كابتن محمد الشناوي. كل التوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي. نقطه مهمه جدا، احنا خلاص بقينا بنتحول المحاكم. خليني اقول لكم الخبر المفرح الاول والخبر السيء اللي بعض الاخبار وبعض الصحفيين المنتمين لبعض الانديه نشروه. الخبر اللي انا اتكلمت فيه هو خلاص ان 3 مليون جنيه
اللي مكتوبين في عقد مريم مصطفى بنت هناء حمزة اللي قدمت شكوى في النادي الأهلي بتطعن بالتزوير، الطب الشرعي هو من أثبت صحة موقف النادي الأهلي. فاكرين هناء حمزة لما طلعت مع هاني حتحوت وقالت وقعوا أو أنا وقعت على بياض على ورق فاضي؟ وطبعا كانت الصور اللي انتشرت من الليل والفيديو اللي أنا شخصيا رفعته كان موجود فيه عقد ما بين لاعب عقد الاتحاد، وهي اللي راحت جابته من الاتحاد بنفسها، وقلت الموضوع كله كذب في كذب، والبنت كانت مبسوطة وهي بتوقع، وكمان أمها وهي متصورين مع نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ العامري فاروق، أمين الصندوق المهندس خالد مرتجي، وطبعا الكابتن خالد عوضي مدير النشاط الرياضي. طعنوا ورفعوا قضية، طبعا المستشار محمد عثمان المحامي ورئيس شؤون القانونية في النادي الأهلي اتكلم بوضوح ان هو بيطلب تدخل الطب الشرعي عشان يوضح هل في تزوير بالاضافه كما تدعي هناء حمزه وبنتها. الحقيقه ان الطب الشرعي اكد على صحه التوقيع وعلى صحه العقد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان بنت هناء حمزه لم توقع على ورق فاضي، ولم يتم توقيع على بياض، ولم يتم التوقيع ثم إضافة بند من قبل النادي الأهلي. كل العقد اتكتب ببنوده اتكتبت ثم توقيع مريم مصطفى بنت هناء حمزة، وده يثبت ان هناء حمزة ادعت على النادي الأهلي وكذبت على النادي الأهلي وافترت على النادي الأهلي وقالت ان النادي الأهلي زور. طيب ايه الخطوة الجاية؟ الخطوة الجاية امام بنت هناء حمزة 40 يوم، وانا الحقيقة مش بقلل منها قوي لما اقول بنت هناء حمزة لان انا مش شايف لها دور اصلا، فهي في نظري ما هي الا بنت هناء حمزة يعني مسؤولة في اتحاد الكرة الطائرة ولا تقترب من المسؤولية باي صلة. فبنت هناء حمزة مطالبة خلال 40 يوم انها تطعن او تقدم استئناف على الحكم الصادر لصالح النادي الاهلي. هتستأنف وطبعا هيترفض الاستئناف لان الطب الشرعي قال كلمته. طيب بعد الاربعين يوم ده ايه اللي هيحصل؟ هي مطالبة حاليا بسداد شرط جزائي مبلغ 3 مليون جنيه قبل ما تلعب اي مباراة مع نادي الزمالك. فتخيل نادي الزمالك اللي عنده ايقاف قيد، اللي عنده مشاكل في الصفقات، اللي عنده مشاكل كتير جدا جدا جدا، اصبح مطالب ان هو يدفع للاعيبة الطائرة كرة طائرة 3 مليون جنيه للنادي الاهلي. هل نادي الزمالك والجلسه اللي كانت بتحصل ما بين هناء حمزه ورئيس نادي الزمالك المعزول بحكم محكمه القضاء الاداري والشله اياها الساعه 2 و3 بالليل، هل دي هتشفع لبنت هناء حمزه ان نادي الزمالك يدفع لها 3 مليون جنيه ولا القصه هتبقى شكلها ايه؟ المهم ان النادي الاهلي الان عليه ان هو يستقبل 3 مليون جنيه من بنت هناء حمزه. والاهم من قصه ال 3 مليون جنيه ان النادي الاهلي لما بيتكلم في ورق بيتكلم في ورق حق. النادي الاهلي مش هو اللي بيزور، النادي الاهلي دايما اوراق تعاقداته سليمه 100%. التزوير ده بقى ممكن ترجع لناس قديمه قوي، يمكن هم دلوقتي اعضاء في اتحاد كره القدم المصري، ولكن يعني مش عايزين نتكلم كتير. القصه دي يعني ازمه جده الشهيره وازاي كابتن حسن حمدي تدخل لانقاذ مستقبل حازم امام من الضياع بعد قصه تزوير عقد جده. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي. اعتقد اتضح بما لا يدع مجال للشك ان هناء حمزه تدعي كذبا على النادي الاهلي وعليها سداد الغرامه بعد تقديم بقى الاستئناف والمحاكم. القصه دي في النهايه الحكم لصالح النادي الاهلي. لكن الخبر السيء بقى من قصه المحاكم والقصه اللي ما زال نادي بيراميدز مستمر فيها، والاخبار بتقول من حوالين نادي بيراميدز الصحفيين المقربين من نادي بيراميدز بتقول ان القصه بتاعت حسين الشحات والشيبي دي ممكن تخلص بتليفون من الكابتن محمود الخطيب لممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز. يبدو ان هو في حاجه الى شرف تلقي مكالمه من رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. ليه؟ لان بعض الصحفيين المنتمين لنادي بيراميدز او المحسوبين على نادي بيراميدز وهم كثر بالامانه يعني تحدث عن ان الشيبي هيقدم بلاغ للنائب العام في حسين الشحات اهانة كرامة وان هو اعتدى عليه في ارض الملعب. الموضوع يا جماعة المفترض كان خلص عند الاعتذار، لكن انا مستغرب جدا. انا كنت اتمنى ان الشيبي اللي يقبل اعتذار حسين الشحات. حسين الشحات غلط غلطة كبيرة جدا، انا هو راجل وضع غلط غلطة كبيرة جدا، وده تصرف ما ينفعش ان هو يحدث. تم استفزازه ده اللي ممكن نحقق فيه، لكن في النهاية انا هنا هبعد عن الغلط وهبعد عن العقوبة وهسأل سؤال. هو انت كشيبي وكهاني سعيد ازاي عملتوا جلسة الصلح دي وعديتوا الامر ثم بعد ما كل واحد خرج من الاستاد بدأ يكون التوجه لدرجة
البوست اللي كتبه او التويته او الستوري اللي كتبه الشيبي بشكل فيه يعني ادانه واضحه للشحات وازاي والمغرب وشعب المغرب ولاعيب المغرب، ثم يخرج بصحفيين منتسبين لنادي بيراميدز عن العلاقه بين مصر والمغرب، ثم تبدا تدخل رضا سليم في القصه وتبدا تحاول ان انت تبعد الصفقه عن النادي الاهلي. وبالمناسبه هو جاي النهارده القاهره ان شاء الله يعني لاجراء الكشف الطبي، ثم تبدا كمان تروح للنائب العام. اعتقد امور صعبه جدا وبتوضح قد ايه نادي بيراميدز يعني تصيد خطا للنادي الاهلي او للاعب من النادي الاهلي. وعشان كده دايما ببدا الوم على اللاعب بتاعي، ببدا دايما الوم على اللاعب بتاعي، اقول لك خليك عندك ضبط النفس حتى لو تعرضت لاستفزاز. انت المفترض لعيب تقيل في النادي الاهلي، انت المفترض نجم، مش كل مره هنبدا نستفز فنروح اننا ندخل خناقه فيمسكوا علينا غلطات فتبدا موقفنا يكون ضعيف والناس تبدا تقول علينا مش عارف ايه، وشوف لعيبه النادي الاهلي بتعمل ايه، وشوف لعيبه النادي الاهلي بتعمل ايه. الاستفزاز خليك مستفز، استفزه، ما تخليش هو استفزازه مخفي وانت اللي خطاك واضح امام الكاميرات، هو ما حد سمعه، احنا سمعناك انت صحيح حسين، لكن لازم تكون عندك مزيد من ضبط النفس، خاصة وانت بتتعامل مع ناس بتتصيد الاخطاء، بتتصيد الاخطاء. فاتمنى ان شاء الله ان الموضوع يحل على خير باذن الله، يعني حسين لن يصيبه اي مكروه وخلاص خد عقوبة من الاتحاد المصري لكرة القدم، واعتقد الامور سوف يتم حلها باذن الله. اخيرا اخبار بقى للبطولة العربية، عجبني جدا أسوري وهو بيتكلم عن القوة الضربة لنادي الزمالك وعن أسلحته، وبدأ يتحدث عن أن نادي الزمالك لعبته بتتطور، وأهم أسلحة الأسوري فيما هو قادم عمر جابر وعمر السيسي ورؤى. الرجل ده 10 على 10 يعني. جميل الزمالك أصلا لما تسمع الكلام ده أكيد 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 يعني بتقول عمر جابر بتاعنا، طب رؤى بتاعنا، طب عمرو السيسي بتاعنا، هي دي القصه. لكن هو ده أسوريو بالتاكيد يعني عنده قناعات، يا رب يكمل بقناعاته دي للموسم القادم ان شاء الله، لان انا بقول لكم ان الموسم القادم سيشهد تنافس ما بين الاهلي ونادي بيراميدز يعني بعد الصفقات اللي بيعملها نادي بيراميدز. اخيرا عن موسيماني وبيتسو موسيماني ايضا وفريقه المشارك في البطوله العربيه وحقق اول فوز على الكويت الكويتي 2-1. بيتسو موسيماني قال تصريح انا من وجهه نظري ذكي جدا ولماح جدا ويعني بيحرج اداره اهلي جده بشكل واضح جدا، يعني بيتسو موسيماني احرج فعلا النادي الاهلي ولكن اهلي جده بتصريحه اللي هو، واعتقد كمان احرج يعني الاداره السعوديه الرياضه السعوديه لما قال هات 1% من قيمه عقد كريم بنزيما وانا هيتم سداد مستحقاتي لمده 6 شهور. اتمنى ان شاء الله ان هو يحصل على مستحقاته. حابب اقول لكم نقطه مهمه جدا، ان النادي الاهلي طوال تاريخه مع المدربين الفنيين لم نجد احد يشكو يوما ما من تاخر مستحقاته. تخيل الاهلي السعودي بيجيب رياض محرز وبيجيب فيرمينيو ومع ذلك عنده مستحقات متاخره لدى بيتسو موسيماني، المفترض ان نادي اهلي جده يدفعها لبيتسو موسيماني، لكن هي دي القصه وهو ده الموضوع. عشان كده النادي الاهلي دايما وابدا هيكون في مكانه مختلفه، حتى لو البعض من المسؤولين غير المسؤولين في الرياضه المصريه وعلى راسهم الرئيس المعزول بحكم محكمه القضاء الاداري حاول يصور للقنوات العربيه ان الفوز اللي كان بيحاول النادي الاهلي عن طريق بحه الحقيقه هو لا يسيء للنادي الاهلي، هو يسيء لنادي كبير اسمه نادي الزمالك. والحقيقه المشكله اصبحت متداولة بشكل فج ومهين، واعتقد ان احنا محتاجين اكتر من مرة ننادي ان يكون المنافس على نفس مستوى الحدث، على درجة من المسؤولية، مش بقول نفس درجة النادي الاهلي لان صعب تلاقي منافس يصل لنفس درجة النادي الاهلي المسؤولية، لكن على الاقل يعني حاول يرتقي شيئا ما عشان يكون في شكل للرياضة المصرية مختلف عن قصة بحة ولما بحة ساب النادي ولما بحة عمل النادي. النادي الاهلي حسم كل البطولات وبالتأكيد اخر 3 مباريات بيلعبهم يعني بدون اي دوافع يعني، ولكن هو ده رئيس النادي المعزول بحكم محكمة القضاء الاداري او تقدر تقول رئيس لجنة العضويات والاشتراكات. نشوفكم على خير، والأهلي دائما منتصرا، الأهلي فوق الجميع. سلام.